رائدات ورواد موقع أزمنة سياسية، نقدم لكم أبرز عناوين الصحافة المغربية الصادرة اليوم 5 شتنبر 2016. ورد في جريدة الصباح: بلغ عدد الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الإدارية التابعة للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي يترأسها وزير الداخلية والعدل والحريات 132 طعنا، تم قبول 87 منها بعد أن أسفرت مداولات اللجان الإدارية عن إجراء أزيد من 130 ألف تشطيب. وكشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أنها عقدت مع قادة الأحزاب السياسية اجتماعين تم خلالهما إطلاع الفاعلين السياسيين على سير الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي المقبل. وورد بنفس الجريدة: ثلث الأسر دون سيارة. فقد كشفت معطيات رقمية جديدة أن ثلث الأسر 31% تتوفر على سيارة على الأقل، أي أن أسرة من أصل 3 تمتلك وسيلة نقلها الخاصة ضمن المجالين الحضري والقروي، ما يعني أن أزيد من ثلثي الأسر أي 69% تعيش بدون سيارة، علما أن الفئتين السوسيومهنية ألف وباء التي تمثل أصحاب المهن والمواقع الاجتماعية المرتفعة وفوق المتوسطة مجهزة بنسبة تصل إلى 85% في هذا الشأن، متبوعة بالفئتين جيم ودال على التوالي بنسبة تجهيز تصل إلى 39%. وفي جريدة المساء: بوادر أزمة في أسواق الخضر والفواكه أياما قبل عيد الأضحى. ففي خطوة تصعيدية تنذر بأزمة في تموين السوق بالخضر والفواكه بجهة الدار البيضاء على بعد أيام قليلة على عيد الأضحى، قرر تجار ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء الدخول في إضراب أولي عن العمل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. وأكد عبد الرزاق الشابي الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن الإضراب الذي سيشل الحركة داخل السوق جاء احتجاجا على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المهنيون بسبب غياب الحوار مع شركة التنمية المحلية التي كلفها مجلس المدينة بتدبير مرافقه. وبنفس الجريدة نقرأ: محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري يقول إن الحزب يراهن على رقم محترم في الانتخابات التشريعية المقبلة وأن يساهم في الحكومات المقبلة للرفع من وتيرة النمو. وأضاف في لقاء تواصلي نظمه الاتحاد الدستوري الجمعة الماضية بالبروج أنه في التجربة الحكومية الحالية تراجعت نسبة النمو وتفاقمت البطالة والإفلاسات والمسائل التي لا تبشر بالخير، متمنيا أن تكون التجربة المقبلة أكثر فعالية بالنسبة لمطالب وانتظارات المواطنين. وفي رسالة الأمة: بعدما أثارت جدلا واسعا واحتجاجات غير مسبوقة، قوانين التقاعد تدخل بشكل رسمي حيز التنفيذ، حيث صدرت في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الجاري قوانين إصلاح منظومة التقاعد كما وافق عليها مجلس النواب والمستشارين، مسدلة بذلك الستارة على خلاف حاد بين الحكومة والنقابات وأحزاب المعارضة. ويتعلق الأمر بكل من نظام المعاشات المدنية والقانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال
فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية. والقانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والقانون المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وبنفس الجريدة، وزارة بالمختار تنفي حدوث أي تغيير في مواعيد الدخول المدرسي المقبل، فقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بلاغا حول موعد الدخول المدرسي المقبل، نفت من خلاله كل الأخبار التي تفيد بحدوث تغييرات في الزمن الدراسي، مؤكدة أن تدبير الزمن المدرسي برسم هذا الموسم لم يطرأ عليه أي تغيير، وكل ما تم ترويجه من أخبار بهذا الخصوص مجرد مزاعم ومغالطات لا أساس لها من الصحة. واهتمت جريدة العالم بأضاحي العيد التي تباع 4 مرات في السوق الواحد في اليوم الواحد حسب الجريدة. أكد مصطفى النعومي نائب الكاتب العام للاتحاد العام لمقاولات المهن لمجازر الجديدة أن ثمن أضحية العيد خاصة النوع السردي وصل إلى 45 درهم. وأضاف النعومي في تصريح للجريدة أن الأثمان المقترحة من طرف مربي الماشية مقبولة نظرا لارتفاع سعر الأعلاف، لكن الشناقة هم الذين يزيدون من حدة هذه الأثمان، موضحا أن السبب في جعل الأضحية تباع أكثر من 4 مرات. وبنفس الجريدة نقرأ: المغرب منشغل برصد رساميل لأجل المناخ. قال نزار بركة رئيس اللجنة العلمية لكوب 22 إن المغرب يسعى إلى تقوية ترسيخ المالية المناخية ولا سيما لبلدان الجنوب عبر العمل على تعبئة الرساميل الموجهة لتمويل الانتقال المناخي. وأبرز بركة في افتتاح ورشة عمل نظمتها مؤخرا اللجنة العلمية لكوب 22 بشراكة مع مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفات أن رئاسة المغرب لكوب 22 جعلت من مالية المناخ إحدى أولوياتها، مشيرا إلى أن المغرب يناضل من أجل تعبئة 100 مليار دولار سنويا في إطار مسؤولية متمايزة وعبر تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف. وورد بجريدة أخبار اليوم: الصبيحي يدعم الفنون التشكيلية والبصرية بمليار سنتيم. فقد حصل 79 مشروعا في قطاع الفنون التشكيلية والبصرية سنة 2016 على دعم عمومي إجمالي بقيمة 10 ملايين درهم. وهمت الصيغة الجديدة للدعم التي انطلقت عام 2014 حسب بيان للحصيلة السنوية أصدرته وزارة الثقافة مجمل حلقات إبداع وترويج الفنون التشكيلية، خصوصا الإبداع الفني والإقامات الفنية ونشر مونوغرافيا الفنانين والمجلات والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الفن التشكيلي والبصري وتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية. وضمت لجنة الاختيار فنانين ونقاد فنيين وأساتذة باحثين وخبراء متخصصين في المجال برئاسة المهدي الزوا. وورد بنفس الجريدة: المغرب يسعى لمضاعفة مبادلاته مع البرتغال، فقد تم التوقيع بلشبونة على بروتوكول بين المغرب والبرتغال يتعلق بالنقل الطرقي الدولي للمسافرين والسلع، يروم إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي في هذا المجال. وقال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح: إذا تمكنا من تطوير العلاقات على مستوى وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية يمكننا مضاعفة 2 أو 3
حجم مبادلاتنا، مضيفا أن البرتغاليين مهتمون بالسوق المغربية والإفريقية أيضا. وفي جريدة آخر ساعة، الربط الكهربائي بين الرباط ولشبونة بمئة ميجاوات بداية، حيث أكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن مشروع الربط الكهربائي الذي سيربط المغرب والبرتغال يكتسي أهمية كبيرة. وأوضح كوستا في لقاء مع الصحافة الأجنبية المعتمدة في البرتغال أن هذا المشروع ذو أهمية كبيرة لأنه يسمح بإبراز مدى قدراتنا في مجال إنتاج وتصدير الطاقات المتجددة من جهة، وتعزيز العلاقات مع المغرب من جانب آخر. وكان قد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق في 20 أبريل 2015 للربط الكهربائي بمناسبة انعقاد الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغربي البرتغالي برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، مكن من وضع خارطة طريق من أولوياتها تنفيذ مشروع الربط الكهربائي. وبنفس الجريدة نقرأ: المغرب في خانة الدول السياحية الأكثر ضيافة، حيث كشفت دراسة حديثة أعدها مرصد السياحة حول البلدان الرئيسية المصدرة للسياح أن المغرب صار سوقا سياحيا بامتياز، بحيث أضحى يستقطب حصة كبيرة من السياح الأجانب من روسيا والصين. وأفاد المصدر أن مدينة أكادير تبقى الوجهة المفضلة للروس، بحيث يقضي هؤلاء 72% من عدد ليالي المبيت. وحسب المصدر ذاته فإن ما يغري الروس هو المناخ المتنوع للمملكة، إضافة إلى الرغبة في اكتشاف المغرب. واهتمت جريدة بيان اليوم بالصحراء، حيث ورد فيها: إدوارد غابرييل: مخطط الحكم الذاتي بالصحراء السبيل الوحيد لتحصين المنطقة ضد الإرهاب. أبرز السفير الأمريكي السابق إدوارد غابرييل أن تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لشبكة دولية لتهريب المخدرات لها ارتباط بأشخاص ينحدرون من تندوف، يأتي ليذكر المجموعة الدولية بأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية يمثل السبيل الوحيد لتحصين المنطقة ضد الإرهاب والتهريب بجميع إشكاله. وأوضح الدبلوماسي الأمريكي السابق أن تكثيف الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والاتجار في البشر أكد أن عدم تسوية ملف الصحراء يظل عاملا من عوامل عدم الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وبنفس الجريدة نقرأ: أفلال تدعو إلى الحكامة الجيدة للماء في المدن الساحلية. فقد دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفلال أول أمس السبت بالرباط المدن الساحلية إلى إعطاء الأولوية للتدبير الشامل والمندمج للموارد الطبيعية بما فيها الساحل. وأوضحت أفلال في كلمة تليت بالنيابة عنها خلال ندوة حول موضوع الاحتباس الحراري أي تأثير على الساحل، أن هذا التدبير يجب أن يتأسس على الحكامة الجيدة للماء والتخلي عن المقاربات المتجزئة. وفي الأحداث المغربية، خبراء ودبلوماسيون يحذرون من خطر مخيمات تندوف على الأمن الإقليمي، إذ قال مدير أفريكا سنتر التابع لمجموعة التفكير الأمريكية أتلانتيك كونسيل بيتر فام: لقد حذرت في الماضي مثل العديد من الخبراء الآخرين من الطابع المزعزع للاستقرار لمخيمات تندوف، حيث انخرطت الميليشيات المسلحة التابعة للبوليساريو في عمليات اختطاف والمطالبة بفديات، وكذا في عمليات تهريب بجميع أشكاله. ومن جانبه أكد الدبلوماسي الأمريكي السابق روبرت هولي المتخصص في القضايا المغاربية
أن مخيمات تندوف أضحت معاقل خاصة للبوليساريو حيث يستشري التعسف والظلم، محذرا من انفجار العنف في هذه المخيمات، الأمر الذي لن يفاجئ أحد. وفي نفس الجريدة مزوار: التجمع يبحث عن المراتب الأولى في الانتخابات. قال صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إن حزبه قطع أشواطا مهمة في التنمية بعد أن التحق بالحكومة في ظرف 3 سنوات ليجعل منها حكومة فعل وعمل، وأشار في لقاء خصص لاستعراض حصيلة فريقه على مستوى قطاعات الحزب والبرلمان إلى أن الحزب سيعمل خلال 5 سنوات المقبلة على محاربة الفقر والهشاشة بشكل أكبر، مشددا على ضرورة التنافس بين الأحزاب من أجل العمل وتقديم الحلول للنهوض بالشأن العام ومحاربة الأزمات. ونقرأ بجريدة الاتحاد الاشتراكي: اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصادق على ميثاق الأخلاقيات بالإجماع، وبرلمان الحزب يصوت على مرشحات ومرشحي اللائحة الوطنية للنساء والشباب. وقال عبد الواحد الراضي رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات للحزب إن الاتحاد الاشتراكي طيلة مسيرته السياسية والنضالية ربط دوما السياسة بالأخلاق، وأكد محمد الخصاصي عضو اللجنة أن الرهان الأخلاقي في فكر وممارسة الاتحاد ظل هو المرتكز الأساسي لاعتبارات حزبية ووطنية. وشهد المقر المركزي لحزب الوردة عملية التصويت على كل من لائحة النساء والشباب بواسطة الاقتراع السري عبر لائحتين داخل 4 مكاتب للتصويت. ونقرأ بنفس الجريدة: إحباط محاولة تهريب أزيد من 461,000 أورو بطنجة. فقد أفاد مصدر جمركي بأن عناصر مصلحة مراقبة المسافرين بطنجة المتوسط التابعة لمصالح الجمارك تمكنت عشية أول أمس السبت خلال عملية مراقبة روتينية من إحباط محاولة تهريب 461,640 أورو حاول مواطن مغربي مقيم بإيطاليا تهريبها عبر موقع ميناء طنجة المتوسط دون الخضوع للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ودون التوفر على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة. وكانت العملة الصعبة المحجوزة مدسوسة بإحكام في مقاعد سيارة المواطن المغربي المقيم بإيطاليا. وبجريدة لوماتان: وزارة التجهيز تراهن على مشروع إعادة تنظيم صندوق التمويل الطرقي، حيث سيتم إطلاق دراسة بخصوص هذا المشروع الذي وصف بالاستراتيجي في أكتوبر المقبل، وتهدف إلى ملائمة النظام الحالي لصندوق التمويل الطرقي مع متطلبات تفعيل البرامج الجديدة التي سيتولاها. ويتعلق الأمر ببرنامج تحديث وإصلاح الشبكة الطرقية بغلاف مالي قدره 50 مليار درهم، ومخطط تهيئة الطرق الإقليمية الذي يتطلب حوالي 8 ملايير درهم. وبأجوردوي لماروك: محمد ساجد ينتفض ضد العدالة والتنمية، حيث اكتشف حزب الاتحاد الدستوري اسم أحد مناضليه عبد الرحمن الحرفي المنتخب الجهوي الحالي والمنسق الإقليمي ومرشح الاتحاد الدستوري ضمن لوائح الترشيحات الخاصة بحزب العدالة والتنمية في الدائرة الانتخابية لسيدي قاسم.
واعتبر الاتحاد الدستوري أن الأمر يتعلق باستقطاب مناف للطبيعة ويؤشر على نزعة هيمنية خطيرة جدا على الديمقراطية المغربية الفتية. ونقرأ في جريدة الإيكونوميست: ابتداء من شهر أكتوبر سترتفع مساهمة موظف الصندوق المغربي للتقاعد بنقطة واحدة، وسينتقل بالتالي معدل المساهمة من 10 إلى 11% في مراحل أولى ليصل في 2019 إلى 14%. وسيدعم هذا المجهود أيضا من قبل الدولة، حيث سترتفع المساهمات بأربع نقاط على مدى 4 سنوات. وسيمكن هذا الإجراء من تأخير نفاذ احتياطات نظام المعاشات المدنية التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد إلى 2024، وسيمس هذا الإجراء المحددات الأساسية للنظام: معدل المساهمة وسن الإحالة على التقاعد واحتساب المعاش. هكذا نكون قد أنهينا جولتنا اليومية حول ما تناولته الصحف الوطنية. نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.